السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نعمل مشروع جديد. أدوات اللي من نستخدمها فلين، شوكولا، ورد، بطاقات أنا عملتها. عن شو البطاقات؟ عن التعاون والأمانة والصدق. طيب يلا رح نبلش. بنلزق الورقة بالعود، بعدين نجيب الشوكولا نلزقها، بعدين نجيب الورد ونحط. نشوفكم بعد ما نخلص الأعواد كاملة. وهي عملنا أكثر من وحدة. ضبطهم عشان ما يطلع. عملنا أكثر من وحدة باللون الأخضر والبنك. الزهري أبو. وهلا خلصناهم كلهم، رح نعمل الخطوة اللي بعدها.